وتنضم إلينا من تونس نجلاء بوخريس مراسلة الغد. إذا نجلاء، ما هو أهم ما جاء في رسالة الرئيس قيس سعيد إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي؟ نعم، صباح الخير. يبدو أن هذه الأزمة الدستورية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة تتجه نحو مزيد التعقيد بعد الرسالة الأخيرة التي توجه بها رئيس الدولة قيس سعيد إلى هشام المشيشي رئيس الحكومة، وقال فيها إن عدد من الوزراء الذين شملهم التعديل الحكومي الأخير تشوبهم شبهات فساد وتضارب مصالح وفق تقارير الهيئة التونسية لمكافحة الفساد، علاوة على عدم احترام الإجراءات الدستورية وتشريك المرأة ووجود عدة نقاط خلافية فيما يتعلق باليمين الدستوري. أيضا قيس سعيد أكد على أن الدستور التونسي يتضمن حق اليوم الرئيس في عدم تحديد سقف زمني معين لقبول أداء اليمين الدستورية. هذا كله طبعا جاء في خضم التعديل الوزاري الآخر الذي ظهر به هشام المشيشي من خلال إعفاء 5 من الوزراء، من بينهم وزير العدل ووزير الطاقة ووزير الفلاحة وغيرهم. نعم نجلاء، هل هناك رد حتى الآن من هشام المشيشي رئيس الحكومة على هذه الرسالة التي وجهها إليه الرئيس قيس سعيد وفيما يخص التعديل الوزاري؟ نعم، الأمور باتت معقدة من الجهتين بين رأسي السلطة التنفيذية. اليوم كل موقف يبدي تشبثه بصحة مساره الدستوري. قيس سعيد يعتبر أنه لا حل لهذه الأزمة، ونراه طبعا عدة مواقف حزبية وشعبية تعتبر أنه لا حل لهذه الأزمة إلا باستقالة الحكومة برمتها، حتى وإن تكلف الأمر الذهاب إلى انتخابات برلمانية سابقة لأوانها، فيما يرى البعض الآخر أنه يجب تغليب لغة العقل اليوم والمواطنة لحل هذه الأزمة التي لها تداعيات عديدة، خاصة على عمل الحكومة اليوم وتوقف عمل الحكومة والتعطيلات الحاصلة على مستوى أخذ القرار في عدة وزارات. إلى حد هذه اللحظة لم يتم طبعا أداء اليمين الدستورية بالقصر أمام الرئيس التونسي، الذي يعتبر أن أداء اليمين هو خطوة جوهرية قبل أن يبدأ الوزراء الجدد عملهم، لكنه كما وصف المشهد أنه لا يقبل الفاسدين اليوم في المشهد السياسي، وبالتالي لن يقبل بأن يؤدي الوزراء الجدد أمامه إلا بتخلي هشام المشيشي حقيقة عن هذا التعديل الوزاري والرجوع إلى الدستور بالتشاور مع الرئيس التونسي. نجلاء بوخريس مراسلة الغد من تونس، شكرا جزيلا لكِ.